أول حفظي حين بدأت آخر جزء في القرآن خير كلام فوق لساني سهل في لفظ ومعاني حين حفظت كلام الله أحسست بكل اطمئنان من يحمل آيات المولى يحيا في خير وأمان أول حفظي حين بدأت آخر جزء في القرآن خير كلام فوق لساني سهل في لفظ ومعاني حين حفظت كلام الله أحسست بكل اطمئنان من يحمل آيات المولى يحيا في خير وأمان وملأت الصدر بآيات تطرد وسوسة الشيطان قلبي للقرآن محب أكثر من كل الخلان فإذا فاز بجزء منه زاد الشوق لجزء ثاني زاد الشوق لجزء ثاني وفي قلبي لا أنساه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إخوانا الكرام أحبابنا من كل مكان، طبتم وطاب مجلسكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. مرحبا بكم في المجلس الأول من مجالس شرح المختصر المفيد في علم التجويد وفقا لرواية حفص عن عاصم من طريق طيبة النشر، والكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى ميسر ومذلل للمبتدئ وللمنتهي. الكتاب بفضل الله تعالى قدم له شيخنا العلامة محمود أمين طنطاوي رئيس لجنة تصحيح مصاحف الأزهر سابقا رحمه الله، وكذلك شيخنا الدكتور المحقق العلامة علي بن محمد توفيق النحاس، وراجعه شيخنا محمد ابن محمود عبيد، وهو أول من قرأت عليه بحفص حفظه الله ونفع الله به وأثنى على الكتاب خيرا، وكذلك شيخنا العلامة الدكتور سعيد صالح حفظه الله، وهو أفضل من قرأت عليه وأجمع من قرأت عليه، فهو علامة وبحر رائق في القراءات، ويعني الحمد لله يسر الله قبول هذا الكتاب عند كثير من الناس، فالكتاب سهل يعني يستطيع أي إنسان أن يفهمه، المختصر مفيد في علم التجويد، وهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى كما علمنا ربنا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. المقدمة فضل القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذن قراءة القرآن ليست باللهجة، يعني لهجات العرب، لهجات العرب مختلفة، لو ترك الأمر للهجات العرب لضاع القرآن. لماذا؟ لأن بعض لهجات العرب تفخم المرقق وبعضها ترقق المفخم، تقول مثلا أبكارا تفخم فتصبح ايه؟ أبقارة. ليطمئن كلبي بدل من قلبي، بدل ما يفخمها يرققها تبقى كلبي، تغير المعنى تماما. ففيها أمثلة عجيبة في هذا، عسى تبقى عصى، ابن جزر يقول
وفي عسى، في عسى وعصى ماذا قال؟ يقول ايه؟ عسى اذا فخمتها تصبح عصا، وخلص انفتاح محظورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصا. فلو انت فخمت عسى تصبح عصا، عسى عسيت، عسى يعني ترجي، بخلاف ان تقول عصا من المعصية. محذورة من الحذر، لو فخمتها تصبح محظورة من الحذر. اذا التجويد مهم ولا مش مهم؟ احنا حضر معنا الان الاخوة، هو ما شاء الله الاخ ابو، الاخ عبد الوهاب فوفانا من غانا اظن، صحيح اخ عبد الوهاب من غانا كوناكري. نعم نعم، مرحبا اخ عبد الوهاب. نعم والاخ مصطفى كبدي، منين الاخ مصطفى؟ عبدي من الصومال. مرحبا اخ بارك مصطفى، الله. انت قلت عبدي ولا كبدي؟ يعني هذا الكلمة سي لغتنا بالعين، عبدي نعم، عبدي تكتب ولا تنطق سايلنت. عبدي. لا انا فكرت كبدي أفضل فقلت من الكبد يعني. نعم يا مرحبا اخ مصطفى، أفضل لا تنطق. حياكم الله، بارك الله فيك. طيب اذا اخ حياك مصطفى الله. بسجل ايضا، بتواصل معنا في الواتساب للتسجيل ان شاء الله. اذا صحيح ان شاء الله صحيح. باذن الله الرقم عندك 00212672915796. والاخ عبد الوهاب عنده رقم، لو كان هو كان ارشدك للمجلس هو عنده رقم ايضا. اذا فاذا قراناه فاتبع قرانه، خلق الانسان وعلمه البيان وارشده وقومه بالعلم والايمان وعانه وفهمه بالفضل والاحسان، والصلاة والسلام على خير أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلا القرآن وعمل به فكان نورا يحمل نورا، أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أعظم الذكر تلاوة القرآن، إذ هو كلام الله رب العالمين سبحانه وتعالى، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق. ومن هنا أوصي نفسي والقارئ الكريم أن يعلم ذويه تلاوة القرآن، ولا شك أن هذا يستلزم من القارئ أن يكون عالما بالأحكام قبل أن يعلمها غيره، ففاقد الشيء لا يعطيه، وأثناء قيام القارئ بإفهام الأحكام بتوفيق الله وعونه عليه أن يعلمهم العمل بالقرآن مع سابق عمله به. إذا أرشدهم للعلم يعمل بالقرآن أولا ويعلمه أولا، لو بد أن يتعلم الإنسان ويعمل ثم يعلم الناس هذا العلم حتى ينتفعوا به. ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. لو حد فتح ميكروفون الإخوة الفضلاء أغلقوه أفضل، أغلقوا المايك أفضل حتى لا يتردد الصوت، حتى يصبح سهلا على من سيتابع التسجيل فيما بعد إن شاء الله، بارك الله. إذا المنهجية في الحفظ وفي التعلم عند السلف الصالح كانت إيه؟ 5 آيات 5 آيات، 5 آيات 5 آيات، أو 10 آيات 10 آيات، كما روي عن أبي عبد الرحمن السلمي أيضا من التابعين قال: حدثنا من كان يقرؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فعلمنا العلم والعمل. الله، ياخد العلم والعمل. طب كيف كلنا بنبحث عن العلم والعمل؟ ايه الطريق؟ للأسف الناس بين إفراط وتفريط. واحد يقول لك أنا مش فاضي، مش هقرأ خالص، مش هتعلم خالص، لن أتعلم شيئا. واحد تاني يقول لك أنا هحفظ القرآن كل شهر، انا هتعلم احكام التجويد كلها في يوم او في ساعة. يا اخي ليه؟ لماذا؟ القرآن نزل على الرسول عليه السلام في 23 سنة، الرسول عليه السلام علمه ربه سبحانه وتعالى القرآن في مدة طويلة، فلماذا تتعجل؟
احنا لما بنعمل دورة المبتدئين 15 يوم، مش معنى 15 يوم ان كل يوم ربع ساعة وخلاص انتهى الموضوع، لا ده كل يوم ساعتين 30 ساعة. فما تفعله الدورة التزويدية اللي هي يعني على الأقل تاخد شهر أو شهرين، نحن نضغطه لك في 15 يوم، وهتشوف إن شاء الله في الدورة إن احنا مش هنفوت حاجة، يعني هتبقى معانا الأحكام التزويدية كاملة. يعني هي نفسها الدورة اللي بنعملها في شهرين أو في 3، هنعملها بس هنعملها 15 يوم ولكن مضغوطة، نضغط في الوقت ونختصر بعض الأشياء اللي هي يعني لا حاجة لنا بها، لا تفيد كثيرا في العملية التجويدية، ولكن التطبيق أهم شيء، التطبيق والتفعيل، ويبقى في وقت للتطبيق إن شاء الله. فإذا ينبغي ألا نتعجل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: القصد القصد تبلغوا، ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، ويقول: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. غدوة في أول النهار، الروحة مساء كده بعد الظهر أو وقت العصر، وشيء من الدلجة. الدلجة اللي هي ايه؟ اللي هو وسط الليل كده الساعة 2 3، فاللي بيخرج مبكرا يصل مبكرا، فهذا هو المطلوب. نحضر الدورة مبكرين، نشرح في تعلم العلم مبكرين، اللي عايز يتعلم وعايز يستفيد ما يستناش لما يوصل 30 40 50 بعدين يندم. طب ما تلحق نفسك، انت شباب، اغتنم 5 قبل 5، وبعدين نتوسط، مفيش داعي ان احنا ناخد معلومات كثيرة في وقت قليل، لا ممكن نوزع ونقسم المعلومات، وكل شيء اذا قسم سهل، هذه قاعدة. وسيأتي معنا إن شاء الله في أسباب لحفظ القرآن وحفظ الأحكام التجويدية. الحفظ أسباب أربعة، فاعلم بأن فيها منفعة: اعرف محل وأعد ملل، أحببك جوع بلغ تنل، تعرف كيف تحفظ المعلومة، تعمل لها رابط ذهني. أشياء مهمة جدا ذكرتها في التنمية القرآنية، ولكن إن شاء الله قد نشير لبعضها أثناء المجالس. إذا 10 آيات 10 آيات أو 5 آيات 5 آيات. وإنما العلم بالتلقي، فلقد زكى الله عز وجل جبريل عليه السلام جليس نبيه صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: علمه شديد القوى. وقال تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. والحكيم العليم هو الله سبحانه وتعالى. حذفت الواسطة لماذا؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن عن الله سبحانه وتعالى مباشرة. طب لماذا حذفت الواسطة اللي هو جبريل؟ علمه شديد القوى جبريل، لماذا حذفت؟ للدلالة على بلوغ الذروة في الأداء والإتقان، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على رب العالمين. هل هذا فيه تنقيص للواسطة لجبريل؟ أبدا، بل هذا فيه دليل على صدق وأمانة جبريل. لذلك احنا اليوم نقول فلان يقرأ القرآن كما أنزل، يعني كأن القرآن نزل عليه، كأنه سمع القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أن الذين نقلوا القرآن من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا قوم في قمة الأمانة والضبط والإتقان والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فيجب على من أراد تلاوة القرآن بإتقان أن يتلقاه عن المتقنين العالمين بالأحكام لئلا يضل أو يضل. وقد قالوا: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتصحيف في حرمه، ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. هذا وبمنة الله وكرمه وتوفيقه قد ضمنت هذا الكتاب اختصارا مفيدا في علم التجويد وفقا لرواية حفص عن عاصم من طرق طيبة النشر للإمام ابن الجزري رحمه الله الجميع، متضمنة طريق الشاطبية، ونبهت عليه لشهرته، وذيلت الأحكام بشواهدها من متن تحفة الأطفال ومتن المقدمة الجزرية. فجاء الكتاب بفضل الله سهلا ميسورا بعيدا عن الاختصار المخل والتطويل الممل، والحقت به احكاما شرعيه حول التلاوه وسماع الايات القرانيه، وسميتها الامتاع بفتاوى التلاوه الاستماع. طبعا احنا لما بنشوف بندرس الكتاب، مساله الفتاوى دي مش هندرسها، عادي انت تقراها وتستفيد منها، اذا حاجه وقفت معاك هتقول لي عليها ان شاء الله. انما المطلوب منا الان هو ان ندرس الاحكام التجويديه، هتلاقيها معانا تقريبا 132 صفحه في هذا الكتاب. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا: من لم يشكر الناس لم يشكر الله.
فلا بد أن نشكر من قدم لنا معروفا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. فلا بد أن نوجه الشكر والثناء لله سبحانه وتعالى أولا في النعم باطنة وظاهرة، أهل التقوى وأهل المغفرة، ثم الشكر لأهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته سلفا كانوا أو خلفا، وأخص بالذكر شيوخي الأجلاء السادة العلماء الشيخ محمد بن صالح والشيخ محمد ابن محمود عبي. طبعا الألف دي البعض بيثبتها كده، يعني الأشهر أنها بتحذف، ولكن البعض يثبتها على البدلية. يعني ممكن إن شاء الله في طبع أخرى نستدرك هذا ونحذف الألف، فما دام الأول ابنا للثاني وليست في أول السطر فهي بتحذف. نعم. والشيخ عادل غنيم الباز حفظه الله، شيخنا وحبيبنا الذي قرأته على قراءة السبع، والشيخ شحاتم بن محمد علي الذي قرأته على قراءة الثلاث من الدرة، شيخنا الشيخ محمد صالح أول من علمني التجويد وقرأت عليه 20 جزءا أو أكثر، الشيخ محمد عبيد قرأت عليه بحفص وقرش وقرأت عليه بأبي عمرو إلى سورة يوسف، شيخنا العلامة الشيخ محمد أمين الشيخ محمود أمين طنطاوي رحمه الله الذي تعلمت منه الكثير وراجع هذا الكتاب وقرزه وعلق عليه، شيخنا العلامة الدكتور سعيد صالح زعيمة حفظه الله بحق القراءات الذي استفدت منه وما زلت أستفيد منه بارك الله فيه، شيخنا الحبيب الشيخ محمد يونس الغلبان الذي قرأت عليه القراءات السبع بفضل الله تعالى وتوفيق، وغيرهم كثير. طبعا كان في وقت كتابة هذا الكتاب والتصحيح وهذه الأشياء يعني لم أدرج باقي الشيوخ، ولكن الحمد لله استفدت من كل الشيوخ، وأسأل الله أن يبارك فيهم وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأن يسامحوني على أني لم أدرج اسمهم في المقدمة لأنها كانت سابقة لقراءتي عليه. نعم. طبعا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرحم شيخ شيوخنا العلامة عامر ابن السيد عثمان الذي استفدت منه كثيرا في إعداد هذا الكتاب من خلال بحثه ورتل القرآن ترتيلا الذي أملاه على بعض تلامذته، وقد وجدت هذا الكتاب كيف تقرأ القرآن ورتل القرآن ترتيلا وجدته في مكتبة والدي رحمه الله، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. طبعا أيضا الشكر والدعاء لشيخ شيوخنا العلامة الشيخ رزق خليل حبة شيخ عموم المقاري المصري أيضا السابق رحمه الله، استفدت منه كثيرا وله بعض التسجيلات الصوتية النافعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ما كتبته في موازين حسناتي ومن علموني، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبي ونعم الوكيل، وهو حسبي ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضائل القرآن طبعا كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، خلينا نشوف بعض الأمثلة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يعني لن تبور لن تفسد، تجارة بائرة يعني إيه فاسدة، لن تبور يعني صالحة، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الله، شوف الآية فيها معاني كثيرة جدا. إن الذين يتلون كتاب الله، ما قالش يقرؤون، لأن يتلون بمعنى يتبعون، الأصل في التلاوة الاتباع، تلا فلان فلانا إذا اتبعه وسار خلفه. طيب إيش المطلوب؟ كيف نتبع القرآن؟ نتبعه بالقراءة، تقرأ الكلمة تتبعها الكلمة، وتتبعه بالعمل، وتتبعه بالجوارح، وتتبعه بالقلب، كل شيء اتبع، تجعل القرآن أمامك وإمامك. فمن جعل القرآن أمامه اللي يحصل قاده إلى الجنة كما سيأتي معنا، كما قال أبو موسى الأشعري. ومن جعل القرآن، شوف أبو موسى الأشعري يقول ليه: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنان، الجنان الجنة، يقود إلى الجنة، هو القائد، القرآن يوصلك للجنة لأنه كلام رب العالمين خالق الجنة سبحانه وتعالى. ومن اتبعه القرآن، يعني القرآن أصبح هو الخلف، خلف هذا الشخص
فجعل القرآن خلفه ظهرية، نسأل الله السلام، زخ في قفاه، دفعه في قفاه فيقذفه في النار. الله أكبر، الأمر خطير جدا يا جماعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر. قلت يا رسول الله زدني. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قلت يا رسول الله زدني. قال: إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت يا رسول الله زدني. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي. قلت يا رسول الله زدني. قال: أحب المساكين وجالسهم. قلت يا رسول الله زدني. قال صلى الله عليه وسلم: انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك، يعني في أمور الدنيا، بينما في أمور الدين إيه؟ انظر إلى من هو فوقك ولا تنظر إلى من هو تحتك. سبحان الله. انظر إلى من هو تحتك، يعني في أمور الدنيا، ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك أو عندك. قلت يا رسول الله زدني. قال صلى الله عليه وسلم: قل الحق وإن كان مرا. وليعلم قارئ القرآن أن لفظ التلاوة له معنيان: القراءة، وحتى كلمة القراءة دي أصلها الاتباع، يعني التلاوة بمعنى القراءة أصلها الاتباع، لأنك تتبع الكلام بعضه بعضا، الكلمة تتبعها الكلمة، الكلمة وهكذا. وأما المعنى الثاني فاتباع القرآن، يقال تلا الشيء يتلوه إذا تابعه كما رأينا. نسأل الله أن يجعلنا من متبعي القرآن الكريم. وقال ابن مسعود: ليس حفظ القرآن بحفظ الحروف ولكن بإقامة حدوده. دي مهمة جدا. للأسف كثير من الناس اليوم فهموا حفظ القرآن بأن تحفظ الحروف، تحفظ الكلمات، عدد الكلمات كام، عدد الحروف كام، تحفظ الآيات بالضبط. طب والعمل؟ مفيش عمل، لا عمل. هذا فهم خطير جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام كيف حفظ القرآن؟ تعالوا شوف كيف حفظ الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن. واحد من أبناء الصحابة ذهب إلى أم المؤمنين عائشة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أم المؤمنين، جئت أسألك عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما في صحيح مسلم، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخلاقه كانت كيف؟ لأن أخبر الناس بالرجل مين؟ زوجه، زوجة الإنسان هي أخبر الناس به. لأن لو هو كان في الشارع أمام الناس ممتاز وبيصلي وبيحافظ على المعاملة الطيبة والتبسم ما شاء الله، ولكن لما بيرجع البيت ها لو في حاجة مستخبية تظهر، لو كان يخفي شيئا عن أعين الناس في الشارع أو في المسجد سيبدو لزوجه في البيت. وذكر هذا من أسرار قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللي ملوش خير في أهله ملوش خير في الناس، والذي يسيء لأهله أو يخفي أشياء وتظهر لأهله لا خير فيه. سبحان الله. ليه؟ لأن لابد الإنسان أن يكون سره كعلانيته، أو أن يكون سره أفضل من علانيته. هذا هو ترمومتر الإخلاص، مقياس الإخلاص هو أن يكون سرك كعلانيتك أو أفضل من علانيتك. نسأل الله أن يجعل سرائرنا وأسرارنا جميعا أفضل من علانيتنا، وأن يسترنا فوق الأرض تحت الأرض ويوم الأرض عليه، إنه على كل شيء قدير. فإذا بيسأل السيد عائشة، عايز يعرف كيف أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قالت له: والله أحكي لك قصة وأحكي لك موضوع طويل، والرسول قال لنا إيه وقال 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 وقال. لا 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 أبدا، ما كان، لم يكونوا يهتمون بالأقوال. شوف خطب الرسول صلى الله عليه وسلم، تجد الخطبة كام؟ نصف صفحة أو صفحة بالكثير، كلمات معدودات. كما قالت أم المؤمنين عائشة: كان يتكلم بالكلام لو أراد العاد أن يعده لفعل. كان لا يسرد كسردكم. حتى لما كان بيتكلم صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلم بسرعة، لم يكن يتكلم بسرعة، إنما كان بيعمل إيه؟ يتكلم بتوسط واعتدال، بحيث من يسمعه يستطيع أن يعد كلامه صلى الله عليه وسلم بدون ملل، محدش يمل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وما زال كان يتخول الصحابة
الموعظة بين الفينة والفينة، كراهة السامة عليه. المهم، ماذا قالت له أم المؤمنين عائشة؟ قالت: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. بس هذا هو. شفت الأمر سهل إزاي؟ مش كلام كتير، لأن الأقوال وسائل الأعمال. أنت عايز تدخل الجنة؟ الإخوة اللي جالسين معنا، الأخ عبد الوهاب والأخ عبدي، إخوة جميع، الأخ مصطفى عبدي، المطلوب إيش المطلوب من هذه المجالس ومن تلاوة القرآن وحفظ القرآن والصلاة والصيام والعبادة؟ إيش النهاية؟ إيش الخلاصة؟ ما هي الهدف؟ ما هو الهدف؟ ما هي النية؟ أنا عندي النية هي إيه؟ دخول الجنة بس، والتمتع بالنظر لوجه الله الكريم سبحانه وتعالى. الأخ عبد الوهاب، ما نيتك؟ ما هدفك؟ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، ممتاز. طب وماذا بعد اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكيفية تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تمام، ما شاء الله. طيب وفي الآخرة، ما هو هدفك في الآخرة؟ في الآخرة، في الآخرة لأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. الله أكبر، ما شاء الله، فتح الله. والأخ مصطفى عبدي، أغلق المايك. الأخ مصطفى، أخ مصطفى عبد الصومال، مفعنت هاي. طيب، إذا مفعنت هاي بالصومالي يعني كيف حالك؟ في عنهي، في عنهي، يعني أنا بخير. الصومالي، الصوماليين أحبابنا، يعني أنا التقيت بهم كثيرا وأتشرف بهم. إذا الهدف، الغاية من التلاوة ومن الحفظ الإيه؟ دخول الجنة، السكن الجنة مع الرسول عليه السلام، التمتع بنظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم يعني من هؤلاء المنعمين في جنة النعيم، لأن الدنيا ساعة، والإنسان ممكن في أي لحظة ينتقل من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله، يعني رباط الحذاء أعزكم الله، والنار مثل ذلك. فالجنة قريبة، ممكن في أي لحظة الإنسان ينتقل، وليس بين العبد والجنة أو النار إلا الموت، فوالله ما بعد الموت من دار إلا الجنة أو النار. طيب، ما هو حفظ القرآن ده شيء جميل جدا، الإنسان بيتمتع به، وتلاوة القرآن شيء جميل جدا. قال لك: ما هو القرآن كلام الله، يبقى إذن تلاوة القرآن غاية، مش مجرد وسيلة بقى أنه يوصلك الجنة بس، لا، وأنت بتتعلم عشان تدخل الجنة، بتستفيد وبتعمل عشان تدخل الجنة. صحيح، كلام جميل، بس القرآن في جماله وبهائه وحسنه غاية. القرآن غاية ليه؟ لأن لو كان القرآن مجرد وسيلة، مجرد ما تدخل الجنة خلاص مش هتقرأه. لا، قال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن في الجنة: اقرأ ورقة، يعني ارتفع، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله، وذلك أقول أعظم نعيم أكرم الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو إنزاله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم. الله، أعظم نعم. إذن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ما قالش حفظ القرآن وحفظه. المطلوب يا جماعة أن نعمل بالقرآن، هذا هو المطلوب. لأن إذا عملت بالقرآن اللي يحصل، تشعر بالسعادة الغامرة، وتستغني بالله سبحانه وتعالى عن الناس، لأنك مع كلام الله، استغني بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال بعضهم يتغنى يعني يستغني، وقال بعضهم يتغنى يعني يحسن صوته، وكلاهما صحيح. الحبيب عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عيش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. الله، فلما تكون مع القرآن يغنيك الله سبحانه وتعالى عن سائر الخلق. ليه؟ الإمام الشاطبي رحمه الله يقول: وإن كتاب الله أوثق شافع
وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وتغداده يزداد فيه تجملا. تقرأ القرآن يزداد جمالا وحلاوة وبهاء وحسنا في صدرك. ويقول عثمان بن عفان ذو النورين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة الراشد، يقول: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. تشبعش من القرآن. إذن أهم شيء هو العمل، ثانيا فضل القرآن عظيم جدا، الثواب مضاعف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. في بالنسبة للحديث اللي هو يتتعتع فيه، ده إنسان بيجتهد يبقى له ثواب مضاعف. ليه؟ قال لك له أجر التعلم وأجر المشقة. الله. طيب والتاني اللي هو ماهر بقى، ده في منزلة عالية مش عاجرين، ده بيطلع بقى في مرتبة عظيمة جدا، هي ايه؟ مع الملائكة، مع السفرة الكرام البر. الله، شفت الكلام جميل ازاي؟ فانت كسبان دايما مع القرآن، مع القرآن دوما كسبان، كسبان في مكسب، بعيد عن القرآن خسران، ذلك هو الخسران المبين. شوف كده الناس اللي في أوروبا وفي الغرب الذين ابتعدوا عن القرآن، ما عرفوش حاجة عن القرآن، ما يعرفوش حياتهم عاملة ازاي. ضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. قال لك ده بياكل وبيشرب وبيتمتع. ربنا ليه؟ الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. ما خد أخذ جنة الدنيا هنا، طب والآخرة ما فيش، طب متعة الروح ما فيش، ولذلك إذا ضاقت بهم الأحوال ينتحرون. ما هو الإنسان في نظرهم؟ كمثل الدابة. ذاك يعظمون الدواب، الحيوانات عندهم ليها قيمة عظيمة جدا. ليه؟ قالك طبعا احنا مثل الحيوانات نأكل ونشرب. ألا ايه الفايدة بقى؟ طب فين الروح يا أخي؟ الله سبحانه وتعالى كرمك يا أخي، لقد كرمك الله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ففي انت ليك ميزة على الحيوانات، ليك ميزة. ايه هي الميزة؟ العقل، الفهم، القلب. تستطيع، الله سبحانه وتعالى يسر لك كل شيء. تستطيع ان تصلي وتصوم، تستطيع ان تتمتع في هذه الحياة بدون اي شيء يكون معك، بدون ما يكون معك لذائذ الدنيا، الأطعمة والأشربة ولذائذ البدن. ليه؟ لأن الروح هي سيد البدن، فأنت نسيت الروح. الله فضلك بإيه؟ بهذه الروح. فإذا سويته ونفخت فيه، ها خد بالك، من روحي، خاصة بالإنسان، خاصة بالإنسان، اللي هي إيه؟ روح الله. طب التانية بقى اللي هي في الحيوانات ديت، الله خلقها أيضا، نعم، بس ليست فيها نفس الميزات التي في روح الإنسان. شفت بقى الفرق؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وبعدين الإنسان كيف خلقه الله؟ وكيف خلق الحيوان؟ الحيوان كن فيكون، خلاص انتهى. الجن كمان كن فيكون. طب الإنسان؟ فإذا سويته، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الله خلق الإنسان بيده، تكريم عظيم جدا، وفضله على الملائكة وأسجد له ملائكته. كل هذه الدرجات وكل هذه الأوسمة تقوم تضيعها وتقول لا أنا مثل حيوان، ضيع نفسك. أولئك كالأنعام بل هم أضل. المفروض الإنسان يفهم هذا. هو منهم كده طبعا في غرب وفي أوروبا، في ناس كتير مش عارفين، مش فاهمين. خلاص نعذرهم، نلتمس لهم الأعذار، وندعو الله سبحانه وتعالى أن تصلهم دعوة الإسلام على خير. والناس اللي شافوها صورة الإسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم عشان يظهروا الصورة الجميلة الحسنة للإسلام، والإسلام كله جميل. فإذا أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نعم، لما أنت حضرتك بتقرأ القرآن بتتعتع، بتاخد ثواب مضاعف، ثوابا مضاعف. طيب لما تحفظ، في حديث آخر أيضا في الصحيح بيقول لك: الذي يتعاهد القرآن، يتعاهده يعني بيرجعه ويغلط وينسى ويقرأ بعض الآيات ويحفظها وينساها،
قال لك برضه له أجران. فأنت في كل الأحوال كسبان، حتى في المراجعة كسبان، وحتى في الإيه، في القراءة كسبان. مع القرآن أنت الكسبان. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين. خد بالك بقى، هنا في سؤال، في سؤال الآن سأسألكموه ومن يجيب عنه فله جائزة قيمة. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان يعني مظلتان، أو كأنهما فرقان، وتروى أيضا حزقان يعني سربان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما، تدافعان عن أصحابهما، أصحاب البقرة والعمران. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحر. إذن السؤال الآن: ما هو الشيء المكرر في هذا الحديث 3 مرات؟ في شيء معين الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بقراءته في هذا الحديث 3 مرات، ما هو هذا الشيء؟ من يجيب عن هذا السؤال له جائزة قيمة إن شاء الله. أخ عبد الوهاب، الأخ مصطفى عبدي. صعب السؤال؟ خلاص أترك لكم هذا السؤال: ما هو الشيء الذي كرر، الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 3 مرات، وركز عليه في الحديث 3 مرات، أن نقرأه 3 مرات؟ طيب، وقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. أنت تكرم حامل القرآن، فهذا فيه إجلال وتعظيم لله سبحانه وتعالى، لأن حامل القرآن لا قيمة له بغير القرآن. تيجي تسأل عن أي واحد معه القرآن، أكرمه الله بالقرآن، ما قيمته بدون القرآن؟ لا شيء، لا شيء. فأنت مع القرآن كل شيء، وبدون القرآن لا شيء، لأن القرآن هو كل شيء. القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، خالق كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة. الأترجة دي نبت كده جميل، له طعم طيب ورائحة حسنة، الرائحة بتاعته جميلة وطعمه جميل ولونه حسن وملمسه لين يشبه البطيخ. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وقارئه المرضي قر مثاله كالأترج حاليه مريحا ومكلا. الله، طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة. التمرة جميلة، طعمها طيب بس ملهاش رائحة. ده مؤمن بس ما بيقرأش. والله انت جميل جدا بس ريحتك مش، مالكش رائحة، مالكش رائحته خبيثة؟ لا حاشا لله. قال ايه؟ لا رائحة له، لا توجد رائحة. فهو هو المؤمن ما شاء الله عليه، ولكن ما فيش رائحة، مالكش رائحته خبيثة، خد بالك. كالتمرة طعمها طيب ولا ريحة له. طيب المنافق: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة. الله، شوف ريحانة ما شاء الله، رائحتها طيب. طب كلها كده، دقها، طعمها مر، ريحها طيب وطعمها مر. منافق تجد ما شاء الله ممكن يتكلم كلام جميل وموزون ما شاء الله عليه، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامه، وإن يقولوا تسمع لقوله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ولد الخصام. الكلام خطير، الكلام خطير جدا، يكون في علم أو يكون في كلام فقط بدون عمل، أمر من أخطر ما يكون. المنافق عمله الكلام، شغلة المنافق
الخدمة التي يعملها المنافق هي إيه؟ الكلام فقط. طب العمل؟ لا شيء. نسأل الله السلامة والعافية. والمؤمن كلامه العمل. المؤمن ما بيتع... مش بيت... بيتكلم ويعمل ومش عارف ايه، وانا هعمل وهعمل ويحكي قصة طويلة وما يعملش حاجة في الاخر. لا، اعماله تتحدث عنه. تيجي تشوف عالم كده من العلماء او مؤمن كده صالح عابد تقي نقي غني بالله سبحانه وتعالى، تلاقي كلامه معدود محسوب، وتجد اعمال وتجد الكلام اللي هو بيقوله ايه محسوب. انما بالنسبه للعمل كثير، فافعاله تتحدث عنه. اذن المنافق عمله الكلام، والمؤمن كلامه العمل. نسال الله ان يحسن اعمالنا اجمعين. الامام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله يقول: الاعمال صور قائمه، وارواحها وجود سر الاخلاص فيها. ولا خير، زاد بعض شيوخنا فقال: ولا خير في علم حفظته ولم تعمل به. زكاة العلم العمل به. أي معلومة تعرفها لا بد تعمل بها، لا بد قدر الإمكان. فاتقوا الله ما استطعتم. إذا المنافق يقرأ القرآن بس ما يعملش به، كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر. نسأل الله السلامة والعافية. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، طعمها مر أو خبيث وريحها مر. يبقى لا في علم ولا في عمل ولا في قراءة. الله ما عافنا أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب، شكله متغير كده، يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتان. ده مش هو اللي بيكسى الحلتين، لا، والداه الأب والأم، والد ووالدة من حفظ القرآن. ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما الدنيا وما فيها، فيقولان: يا ربي أنى لنا هذا، كيف يا رب هذا، احنا عملنا ايه، ماذا فعل؟ فيقال لهما: بتعليم ولدكم القرآن، اللهم اجعلنا منهم رب العالمين، وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارقى في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية معك. وذلك السيدة عائشة قالت: درجات الجنة على عدد آية القرآن، يعني 6236 على عدد الكوفي، أو 6214 على عدد المدني الأخير. وها هو الإمام الشاطبي رحمه الله يقول: وإن كتاب الله أوثق شافع، أغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يعتاع في ظلماته، من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك أهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، أو مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا، جزى الله بالخيرات عنا أئمة، لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن ينفعنا ببركات القرآن في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال أو استفسار أو شيء، أو يريد أن يضيف شيئا، فعلى الرحب والسعة قبل أن ننهي مجلسنا. بارك الله فيكم. الأخ عبد الوهاب، كل شيء واضح؟ نعم أنا معكم. الأخ مصطفى عبدي، هل اتضحت الأمور؟ كل شيء تمام؟ المكان الذي يعني وجهت إلينا السؤال، السؤال قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا للأصحاب. اقرأوا سورة البقرة وآل عمران، فإنه الزهروان تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غاريتان أو فرقان من طير صاف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فالسؤال الآن، كيف، ما هو الشيء الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته في هذا الحديث 3 مرات؟ ركز عليه، 3 مرات، ما هو؟ تمام، ابحثوا في هذا السؤال، وأيضا الإخوة الذين سيتابعون عبر اليوتيوب ابحثوا في هذا السؤال ثم رسلوني إن شاء الله في تعليق أو في الواتساب أو في الفيسبوك، أي وسيلة من وسائل التواصل، ومن يجيب كالعادة الجائزة جاهزة للفائز والفائزة. تقبل الله منا ومنكم، بارك الله فيكم، وإن شاء الله نلتقي في الموعد المسائي. أريد أن تحضروا أسئلتكم إن شاء الله، أي حد عنده أي حاجة، أي إضافة أو شيء يحضرها معه إن شاء الله في الموعد المسائي إن شاء الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آخر جزء في القرآن، خير كلام فوق لساني، سهل في لفظ ومعاني، حين حفظت كلام الله أحسست بكل اطمئنان. من يحمل آيات المولى يحيا في خير وأمان. أول حفظي حين بدأت، آخر جزء في القرآن، خير كلام فوق لساني، سهل في لفظ ومعاني، حين حفظت كلام الله أحسست بكل اطمئنان. من يحمل آيات المولى يحيا في خير وأمان. وملأت الصدر بآيات تطرد وسوسة الشيطان، قلبي للقرآن محب أكثر من كل الخلان. فإذا فاز بجزء منه زاد الشوق لجزء ثاني، زاد الشوق لجزء ثاني، وفي قلبي لا أنساه. إن كلام الله شفاء، شفاء فرح.